حكايتنا اليوم غير كل الحكايات، عن مثل معروف يقولوا إنها القصة الحقيقية للمثل تلقي يا عيشة بنتي والزمان طويل والله أعلم والعهد على الراوي. يا حنا يا منا نمسي عليكم بالزهر والحنا. وهذا يا سيدي بنزيد كان في ولادي تيم ماتت ميمتا ومعوبية خلاته صغير، أبوه حل فيه وما عنده ما يدير، قعد يعاني فيه في الليل يغسل ويطيب ويضم، وفي النهار يطلع يخدم ويلقط في رزقه وما كتب الله، ويخلي في هذاك الولاد بريحاته في الحوش مسكين، ولما يروح يلقاه ميت بالشر وفي حويله. يا ناري فاتت الأيام والليالي أبوه تعب وقال لا خلاص لابد ندير امرأة هتقيم علي الحمل وتكسب أجر فيها الأولاد وتربيه وتهنيني عليه. دار هذاك الراجل واخطب امرأة من جهتهم سمية عيشة، داروا عرس وجاب هذيك المرأة وقعد يوصي فيها ويعاود في قولت تربحي حطي في عيونك راهو راس مالي في الدنيا. قالت له كيف عاد من غير ما توصي، ومشت الأيام والراجل يطلع من الصبح يخدم ويجيب الليل يروح، والمرأة عيت من معاناة الولد ومعاش عرفت كيف تدير باش تفتك منه، وقدام بوه تدير في روحها لميمة الودادة. برا يا زمان وتعالى يا زمان، وفي يوم من الأيامات كانت عاجنة عجينة خبزة وتبي تحطها في الفرن، طلعت صينية العجينة في الثانية وحطت الحطب في الفرن وشعلت النار، وبدت النار تركب دايرة لسانات لسانات، وجا الولاد يلعب جنبها. تمشي هذيك المرأة تتلفت يمين ويسار، ولما ما لقيت حد يشوف فيها تدف هذاك الولاد في الفرن بكل جهدها، وهي تتلفت يمينها ويسارها وعلى حظها الأسود شافتها أمها من بعيد وهي ما تندريش، وقعدت عيشة تكمل في الخبزة وكأنما دارت شيء. جي الليل وروح الراجل من العمل ونشدها على الولد، قلت له طلع العشية يلعب مع أولاد الجيران ومعاش ولا ومعاش بان. طلع أبوه يدور عليه وكلهم يقولوا له ما ريناش شي. المهم قعد يدور وعيشة زعمتك تدور معه وتبكي، وفي داخلها مرتاحة افتكت منها. وجتها أمها وقلت لها تلقي يا عيشة يا بنتي والزمان طويل. قلت لها شن تقول إيام؟ قلت لها اللي سمعتيه تلقي يا عيشة بنتي والزمان طويل. وهي ما تحسبش ان امها شافتها وما فهمتش امها علاش تقولها هيك. المهم خلاص فقدوا الامل من الولد، والراجل تغشش على ولاده مسكين، وقعد ايام وليالي هو يخمم ويقول زعما الولد وين، زعما حي ولا ميت. قعد هيك شهور ومع الايام بدا ينسى. برا يا زمان وتعالى يا زمان، وهذيك عيشة ربي رزقها بولاد زي الغزال. افرح الراجل وقال الحمد لله اهو ربي عوضني، وفرحت عيشة وبدت كل عام تجيب له في ولاد، لين جابت 7 أولاد على رؤوس بعض، وعيشة فرحانة بهم وشكون زيها، وكانت تخاف عليهم من نسوة الهواء. برا يا زمان وتعالى يا زمان، في ليلة الشتاء والدنيا بتتقلع من الريح وهذاك الصقع والمطر، والدنيا مظلمة والصغيويرة يبوا يرقدوا. فرشت لهم عيشة جنب بعض واندكوا في بعض من الصقع، غطتهم ببطانية ودارت شميعة جنبهم تضوي عليهم، قالت بالك حد ينوض في الليل ولا حويجة. ومشت رقدت في دارها وهي مطمنة عليهم، معشيتهم ومرقدتهم ومغطيتهم. تمشي هذيك الشميعة تطيح وتركب في الحصيرة النار، وبشوية بشوية توصل في البطانية وركبت في الصغيويرة وشعلت الدار كلها بالنار. نضت المرأة والراجل من ريحة الشياط، لكن بعد شني انحرقوا الأولاد وراحوا زي البشمط. وقعدت عيشة تخبط وتعيط على صغارها وقريب تهبل وحالتها حويلة. جتها أمها وقالت لها قلت لك تلقي يا عيشة بنتي والزمان طويل. وهذه هي قصة المثل تلقي يا عيشة بنتي والزمان طويل.